ايه يا استاذ فرح؟ انا ليه قلقان عليك كده وقلبي واجعني؟ من امتى فتح الباب قلبك بيوجعك على حاجه غير قرشك؟ انت اللي وجعت قلبي بطيبتك وحبك ليا ولكل الناس. انا خايف عليك بجد، والله خايف عليك، مش مصلحه، حب. ربنا قوامك بالسلام يا استاذ فرح. الف شكر، تعبتك معايا. استنى فتح الباب ما تنزلش. فرح امسك فيه ما تخليهوش ينزل، انا عامله حسابه هو ربيع في الاكل، هجيبه له حالا. ده مش محتاج حد يمسك فيه ولا يعزم عليه. تنسيش الكيك. ها حاضر، ابسط يا عم، هتاكل كيكه من ايد ليلى عمرك ما دقت زيها قبل كده، هتنسيك اسمك. هو انت بتفتكر ده كله ازاي؟ ده اسمك طويل قوي. فتح الباب عوضين السيد ابو متجلي حسين السيد محمد فتح الباب. ليه كده؟ خلاص خلاص، ما تزعلش نفسك بقى. هو المبلغ كام يا استاذ فرح؟ ما تشيلش همي. كده انت ما تشيلش همك ايه؟ والله يا فتح الباب كلنا اخوات، كلنا اخوات. ما تقعدش بقى تقول لي حارس العقار وصاحب الاداره والكلام اللي انت بتقوله ده. يا جدع انت افهم، ربنا خلقنا كلنا زي بعض عشان نساعد بعض، اللي يقدر يساعد لازم يساعد. كام؟ معلش مش قادر اخدها. يا جدع انت بقول لك كام؟ امسك امسك يا استاذ فرح، امسك خلاص عشان خاطر هزعل على فكره. امسك امسك، اشرب الشاي يلا، لو برد ما يبقالوش طعم، يبقى زيك كده. خد خد دوق. بيسموها ايه عندكم في البلد دي؟ بسيسه؟ احنا عندنا في البلد ما بنشوفش الحاجات دي. بس اليد ما تعملها، ربنا يخليك. ربنا يقويمك بالسلامه يا استاذ فرح.